واش العشرين؟ واش الساطع؟ بقى خايف في الخدمة وعجبني الحال. ضروري وخاص ضروري الخدمة راه شنو دابا؟ أي ملونة يبقى يقولنا بصرناكم وقلنا لكم لوحوا يوميا. لا ما تقولوش دابا موت يقول لك لوحوا يوميا وطولوا الفيديو. دابا هاد الفيديو نلوحوا فلاشين الثانية ياك. دابا هاد عيط حط عاوتاني فلاشين الثاني. وضروري دابا راه حنا قلنا لهم غنبقاو في شنو غنسميو دابا السلسلة هادي دابا الأخرى عطايا العصير وهادي غنسميوها هادي سلسلة عنيبة. لا احنا عارفين نعطيو القاصح العنيفات لكن نسميوها طانزين سلسله طانزين صافي طانزين ولا سلسله طنازه طنازه سلسله طنازه لا طانزين سلسله طانزين هاد لاشين راه نبدلوا السميه نردوها طنازه صافي نمبر 1 صافي سلسله طنازه شكون عايجي في الليسته اليوم عايجي هذاك عنيبه لي دار بوم كثر من عنيبه. السلام عليكم متتابعي فلاش انفو 24 من كل مكان. المهم اليوم كما كتشوفوا راه تجمعات اللي كتجمعوا العشاق من ماشي ديت شافو ماشي ديت هاد خونا مع هاد خونا كيشبه ليه بحال خو يكبس بخوه يبقى يدير له ما نعرف شنو كاين. شوف هذيك البياسه اللي بغيتوك عاوتاني قايده جاوبت مع على العساتين مشاغبه من هاد الجهه مشاغبه فين تقول شي حاجه طويله غادي نسبقوا ندى نقول لك شنو هو الراي ديالك في الزواج يعني داكشي اللي شفنا البارح ان واحد الضجه كانت كبيره في المواقع التواصل شوف كيتشوف كيتالم هو يعني مخزز فهمتي لا هو يهضر لي شي واحد بعد الدريه ديالو لا لا هو مدكدك شتي مضروب في القلب مسكين والله يحسن العون اليوم بغينا نجيو نحطوا داكشي بنيدي واحد على هذه الجلسه هذه لا لا جلسه مع نكار هذه لا ضروري خصو الدريه ديالو مرحبا شو كيدير لهم دوزي انت لي فام دابور انت الاولى يبان لك وين الشيء منين لي فام دابور راه خصو اللي يهضر الاول اي ايوا هي راه بصح السؤال يعني اشنو بان لك في نزار واش غادي تزوجوا ان شاء الله واش غادي تفرحوا بعسكم ولا غادي تفرجوا غير في واحد المسلسل شو تيجمعها اخي شو جبني تيجمعها ودابا هو راه قال لها هي السؤال ليه هي هو بحال ورا قلنا لي فام دابور دابا خاصنا نقص ما كاينش ليهم دابور لي فام دابور ليهم دابور ليهم دابور لا لي فام وكاين شي هوم تما لا والو كاين فام دابور صافي راه يهضر يا هو يا هي صافي هو الصراحه انا كنقولها وكنعاود نقولها راه ما كاينش الزواج سالات معاك اخي الصاد باقي تابعها صح ما بغياش لك اخي حنا يلاه داخلي باقي ما قلنا والو وا صدماتك ها هادي صافي جمع البس بدري ديالك وزيد بحال هكا ما بغياش بقاش تضرب السلة ولكن تنظن انه غادي يمشي بحال وما نعرف واش غادي يقعد عليك ما عرف يقدر منا القدام تكون شي حاجه يا ربي امين صدمات وعطات واحد الامل فهمتي بحال دابا تدخل شي بيت تلقاه مظلام تفتح واحد الشريج صغير ودي خرج يعني دابا قالت له خليك معانا وصافي اه هو هادي خلات لي شويه الضو ضروري لا لا ما كاينش دابا الزواج كاع هي ما كتفكرش في الزواج وراه مزوجه يا 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 وحشومه زعما شوف كيشوف فيها مي قالت لي مزوجه بحال شي واحد جا خشه جنويه في قلبه قراو حق الله وجريت انا الكيد قراو الله ينعس دليل بانني مزوجه بلات 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 بالعموم ندى حاسه دابا حاليا راه مزوجه ولكن عندها مشاكل مع رجلها يا لا ديكور مو مجوجه صاحبي وانت مشاكل وانت سوقك صاحبي هادي كاع عندي وحنا تتبغيها دابا تبغيها هي تتسناها تتجي عند تتجي عند وهي دابا مشكله رافضاك وكانت بعد عام مثلا هي قابله عليه علاش راه هذيك النهار تعطي بوس ليها يديها حشومه صافي اللايف الجاي وعدتهم في اللايف الجاي الجديد بوس ليها رجليها دابا راه هادو اللي تطيحوا البق على الدراري شتي دابا الدريه تزيد تتعزز على الدريه تقول لي شوف عاد تكون نيزار تبارك الله تجي تخطب هادو تيجيو تيرفعوا علينا وصافي ما عمر ما يطيحوا علينا حنا شي حاجه لا والو اللي راجل راجل كحالك طلقتي ان شاء الله غادي بغيتو نطلق ها بغيتو نطلق راه بصراحه ما بغيتكش تطلقي والله راه شنو بغيتكش تطلقي تجوجي تقنيه جرجر بجرجر 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 خليه يبقى ينحس الكامله ورا ظهرك ها خليه يدفع شوف هذاك الشيء كيبقى قدر الله الا كان هذا السيد هذا مكتب ليا امين هو مسكين مظلوم وتيبقى يقول يا ربي انا ما تفلكت مع راجلها وتجي وتتجوج بيا يا ربي اي حاجه امين
وهي تتصدم وانت تقول ليه وانتم باغي نطلق اش هذه ديال انا باغي نطلق من راجلي اصاحبي يفرح حالاتك يا ربي يا ربي تستغل الفرصه دابا هذا انا معمر صلى تعرف على هذا ولا يا ربي انا متفلك يا ربي ما كاينش لا فرقنا ولا كان ما مكتبش راه ما مكتبش علاش ما مكتبش صح ما تقوليش ما مكتبش ضربك ما تقوليش هكا صح ما كاينش واش هو تيمشي عند الفقيه تعطيه 200 درهم تقول لي بقى دير معايا صباح المساء صح داكشي ديال الله صراحه نصوروا الفقيه قيدة غيتا عطيني واحد دقيقة هي كتشوف هي بحكم جي تيقول ليها تيقول ليها لا علاش درتي لي كنت تبقاي تدخلي ولا كانت يضرب شوي ما تقدرش يرفع لا لا ما يقدرش لا رفع صوت وتشاي تشنشر نديرو انت دير شو سميت انت دير فيها دير فيها هذيك خيتي وانا ندير فيها تعرفت بنتنا عرفت بنتنا راك تشبه لي تشبه لي خو هذا سير سير يا راه هو اللي بدا معاه الهضره بقيتش ديري دابا صح ما ترفعش عليا صوتك لا ما ترفعش عليا صوتك شوف انا نصبر عليك شوفي المهم راه يديك لاتني منين نسالو هادشي تبوسي لي ضروري خصك تهدش ليك ما تقلقيش ليا وصافي يلاه حيد يدي كلشي يديك متصل حيد نعم ما تعصبيش كملوا جربتها لا هو الحب كاين باينه من عيني والله العظيم تبينه الطيور تزقزق والقلوب تفرفر اي 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 وما قلتيش ما قلتيش الكلاب تكونيشو هذه نسيتيها هني كيتغرغروا تعرفك التغرغير ما بين الدموع وما بين البكيه وما بين التبوريشه يا طيحتي كيفاش ما بين البكيه والتبوريشه يا فيه الفايبريشن لا لا والله تتي شوفتي لا ميساج فري انا ديش حابني شي راجع في الشخص دابا خصنا نصيفطو ميساج الاحساس نقولو سمح لينا والله بصح كنا ظالمين احساس كان فيك النواور اخي لا بصح في هذا الفيديو تنطلبوا السماحه من احساس اختي دنيا راه وجود غزمو ما عندوش الزهر ما عندوش حق انا ولكن مسكين نيزر ما عنده حد ما عنده عندك حد نيزر حق الله والله سيدي بقى فيا علاش ما عنديش الزهر تفضل حيت ما سمعتش كنت كنضرب انا والمدام سيلفي والله راه ما طيحت الدراف كيفاش المدام سيلفي ويا وي دير لي على خاطره وحق الله هو دابا راه طلبها في هذيك اللحظه قال شوف انا نبغي نتصور معاك الله يسالك الله يسالك ما تقمعينيش دير لي خمسه سته د المرات ديك اللي تصور المدام ديالي وتي وحاسب راسه تري وحق الله قربي هنا قرب شوف عاودي السؤال اللي قلتي السؤال الجواب قلت لك انت ما عندكش الحق قلت لي هي الا شي حق الرب تاع حكريته شي ديك الجلسه يعني شو راه ما مسوقه بلا ما تقدي لي ديك اللعيبه ديال عاود جيب داك الشيء لا ما مسوقاش لي قايده غيتها قايد خاطرك راه تنحتارم لا تنحتارم مع المؤهلات وداك الشيء تنحتارم حتى انا مانيش حق اضرب العربيه راه كيتفرجوا فينا اصلا غير الناس العرب ماشي اسمح لي جو سوي الفرونسي جو سوي انجليش جو سوي افيك لو موا جو سوي سيستر لا ما نحقرو لا ما نحقرو هضري يا سيستر هضر بالعربية هضر فرونسي باغا تدابس اخويا ما بغيتش ندابس انا باش نوضح لك المسألة هذه ماشي باغي ندابس الا ما فهمتي ماري عربي قمعات وفين كنت واش فهمتي ماري فهمتي ماري انت حمار هيا قلتها لك انا ماشي كنقولها طلقي مع راجلك انا كنقولها في حالة الا طلقتي مع راجلك فانا غادي يكون من النصيب ديالك اي يعني من تلقي مع راجلك اختي انا الكوينيش اللي تنتسناك فهمتي انا اللي عنبوس لك ليديا انا اللي مثلا تسخريني نجيب الخضره فهمتي نمشي نهز لك الصوره من الحمام يعني شوفي عندك واحد الكوين عندك شي مضيف فكري العرض هذا شو العرض دائم الاتصالات ما تعطيش العرض دائم حقاش الملون انا ريحت مع في الطوموبيل وقال شي هضره انا ماشي دري صغير حيد من المدام واحد شويه شي مشكل خد راحتك يا 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 وبربي تغسلت عليك انت يدي ورجلي يلا راه شو كيدايا يا يا كيفاش بلان ديالي دابا والله ما توزال 20 شاد هذيك اللي هو صافي خد دابا هذا هو اللي عطاك الصاد خارج حتى هو المدام بربي وخرجت بعاد هو بحال اللي خارجه شوف لي فام دابور صافي قد يخرج مثلا شي واحد يقول لك دي مارتي يقول لي شوف ديها خد راحتك هو شوف متسالي بها جيبها لي قدام البيع جيب لي الامانه دابا عندي اوكي شوت هلا في 20 شري لي ضروري شري لي طاكوس فهمتي وردنا للبلاصه ودابا المشكله هي اللي
شداته هو ودارت له هذيك خونه ذات ليها صحه هي شوف بالعاليه خاصه تشوف باش تشوف رده الفعل ما نقدرش شنو هضر على هذه غير من هذا اول حاجه بلاتي خليني نادى بلاتي اول حاجه انت ويلي ويلي عرفتي على هذا نادى بلاتي جست مرمي قاعد لا لا هذه شوف هذه بربي والله تعالى يخرج الزنقه عريان في هذا الشتاء سير خاصه انا عارفك وين قيد غير انا هضرت عليك بالخيب في جوج منابر صحفيه انا ما نتشجع عليك باسكو انا ما كنعرفكش اصلا باش لا لا بربي لي صدق الله راه الحشومه صاحبي كاين ما كنعرفكش كاع شكون انت بعدا تعرف قايده غيتا بالمؤهلات ديالها وداك الشيء ومعروفه اعلاميا وجسديا واخلاقيا والخبار في راسك والمهم حق الرب ما نزيد الضربه فيك الله لازم تبلا شتي شوف رساله للدراري فري ترجل رجوله من الاخر تهلا في راسك.